السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ ملك شوفان. كي درتو لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الفريز. اش غادي نديرو بالفريز؟ اول حاجه بغينا هاد الفريز نخليوه يا اما التحضيرات ديال رمضان يا اما الديمة، ماشي احنا بشرط يكون تيكون رمضان عاد كنخزن. المهم حيت هذا هو الموسم ديالو نخزنوه ونحتفظوا به. المهم قبل ما نبدا بغيت نشكر كاع الناس اللي مدعميني في القناه ديالي واللي كيشجعوني، وهذيك التعليقات الغزاله اللي كتخليني نزيد القدام، وحتى الناس اللي التحقوا بالقناه الجداد اللي التحقوا بالقناه كنشكرهم تماما جزيل الشكر على ثقتهم بيا. وكنقول لهم الا ما كنتوش نتوما انا ما غاديش نكون، غير حاولوا تشاركوا في قناتي وتدخلوا وليصلكم الجديد ان شاء الله. ودابا جاي ان شاء الله رمضان، غنبداو التحضيرات ديالو بشويه بشويه. عندنا دابا انا شريت 4 كيلو تاع الفخاز، ماشي كل واحد واستطاعته، كاين اللي كيشري غير كيلو، كاين اللي كيشري 2 كيلو، المهم كل واحد واستطاعته. وكنبقاو نشري كل مره نشري بشويه بشويه باش اصلا ما يجينيش داكشي كثير، وعاوتاني نغسلو مزيان حيت الفريز خصو الغسيل بزاف. اللي بغيت نقول لكم اني ما بغيتش نشري ديك الصندوق الكبيره ديال الفريز حيت كيكون فيها غير التوجيهه، والتحت ديالها كيكون كله خامش. بغيت نشري انا كيلو كيلو ونعزلو بالحبه بالحبه. اول حاجه غادي ناخذ واحد البانيو، هاد البانيو سبيسيال اللي فيه هاد البوشون الغطا، نخليها غير الديسير والفواكه. هاهو نحطو في سميتو في لابابو. ناخذ الفريز من هنا، حتي يطلع الماء فوق منه باش كل نعرفو بأن كل حبة تطلع. صافي، صافي ندير ليه واحد الشكة كبيرة. البانيو ما فيه حتى حاجه، فيه لا طاقه ولا صافي، نخليه يتسقط تينشف. بعد ما تسقط غادي ناخذ واحد البلاطو فيه واحد السيف، وغادي نديرو فيه هاد الفريز ديالنا. يعني خصنا 2 بلاطوات ولا 3. باش نشوف مزيان
فوق الحباس كاملين، كاين شي وحده كتلقيها خامجه ولا فايس فيها الطياب ولا. انا درت لكم الفريز باش نحمسكم شويه باش تنوضوا، تنتو معايا نوضوا تشربوا الفريز حيت غزال تبارك الله، ما بغيت حتى شي وحده تفوتها هاد المناسبه. صافي المهم، وغادي نغطيو عليه شويه حتى ينشف. نغطيو عليه حتى ينشف شويه. بعد ما نشف لينا الفريز غادي ناخدو الموس ديالنا وغادي نقيو. حيت ما نقدروش نخليو هاد، حنا كنغسلو فيه نخليو فيه هاد الربيعه حيت كيفقد كاع الفيتامينات ديالو، نغسلو بهاد الربيعه ديالو باش ما يفقدش لينا الفيتامينات ديالو. نبقاو على هاد الاساس حتى نكملو الفريز ديالنا. بعد ما كملنا الفخز ديالنا كامل، الفخز ديالنا كامل الحبات كاملين، غناخد واحد البلاطو وغناخد واحد الفيلم اليمونتيغ وغادي نفرشو لهاد البلاطو. غادي نديرو من هنا باش يلصق، باش يلصق ليا انا. هذه هي طريقتي في التجميد ديال الفخاز. نفرشو البلاطو كامل، وكنحطو الحبات ديال الفخاز ديالنا شويه متباعدين شويه. هاد العمليه غادي تاخد منكم شويه الوقت ولكن مزيانه، حيت انا جربت اللي غير كان نشد البلاستيكه ديال التجميد وكنحط فيها الفخاز بحال هكا كيتجمع ليا كامل، وبعض المرات كنبغي غير شويه تاع الفريز كنزيدو معاه، كنكون دايره باناشي بحال الفخاز والليمون والمانغ، وكنبغي نزيد غير شويه الفخاز كنوحل. خاصني ديكونجلي كلشي، ولا ديكونجليت صافي خاصني نتناولو. المهم كدير ليه على هاد الاساس غير شويه الصبر، المهم النتيجه كتكون مزيانه. نكمل البلاطو ديالي كامل حيت كيتجمد لينا حبه بحبه، ولا درناه في البلاستيكه ديال التجميد الوقت اللي بغينا الفريز كنجبدوه كنحصلو على الحبات متفرقين مع بعضياتهم، كناخدو الكميه اللي بغينا وكنخليو هذاك شي لاخر بحال هكا. كنشدو ثاني الفيلم وكنغطيه، كنغطيه باش ما ياخدش لينا
ما ياخدش لينا رائحة من مجمد. انا دابا اي حاجه كنبغي نديرها كنتقاسمها معاكم، حتى انا قبل ما ندير القناه كانوا بعض القنوات اللي كنت متبعاهم وكانوا كيعجبوني كانوا كيديروا فيا الحماس، كنت كنوض انا ندير بحالهم بحال هكا. دابا مغلف ما عند رائحة ديال بعد سميتو الحوايج اللي مجمدة، ما غادي تدخل اطلاقا، ما غاديش تدخل الرائحة صافي. وغادي ندخلو المجمد، نزيدو شوية في المجمد درجة الحرارة درجة البرودة باش يتجمد معانا بسرعة، ولا نخليوه ليلة كاملة ماشي مشكل. المهم ملي غادي يتجمد غادي نرجع ليكم باش نديرو في الأكياس ديال المجمد. بعد ما خرجناه من المجمد هاد البلاطو استفتو على هاد الشكل، وهاد البلاطو استفتو على هاد الشكل. هاد الشكل اللي واقف احسن من انه عطاني بزاف، اني عطاني بزاف ديال السباس. شفتو لا وجنو ولا بحال حجر، سمعو بحال حجر ولا غادي حرينت عليه حيت عليه البلاستيكة، وغادي نزيدو اكياس تجميد. هادو هما الأكياس التجميد على هاد الشكل، اللي ما كيعرفهمش ها هما، كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل كبير وكاين هاد الشكل صغير وكاين نتا هاد الشكلات، فيهم شكلات صغار غير قد هاكا. المهم انا هادو هما اللي كان عزيزين عليا وكيجوني عمليين وسهلين. غادي نبدا العملية، ناخذ هادو وغادي نستفهم على الطرف. دابا غادي نرجعو للمجمد، ناخدو الكونتيتي اللي بغينا. هذا ماشي مشكل نعمروها حيت مفروقين مع بعضياتهم، اللي بغينا غادي ملي غنبغيو ناخدو اللي بغينا ونخليو اللي بغينا. ملي غادي نعمرو الكيس ديالنا غادي نسدوه على هاد الشكل، غادي نحطوه فوق الطاولة. أما هاد الأكياس صغيرة نقدو فيها نديرو فيها غير الكونتيتي لي بغينا. صافي كنسدوها هنا، نحيدو منها الهواء، نوقفو هنايا مزيان،
باش نخرجو الهواء. صافي نحطها كلها ماشي، ونكرو العملية حتى نكملو كاع الفخاز ديالنا وندخلو المجمد. غادي ناخد الثلاجة بلاصة ديال المجمد، غادي نحلو وغادي نجي واحد المجية اللي مسحتو بالخل، ديجا نقي ومسحتو بالخل، غنستف فيه هذوك الاكياس اللي تهم خويتهم من الهواء، ولا بد تخويهم من الهواء عاد تسدوه. هذه معلومه خصك تلتزموا بها ونستفهم على هذا الشكل. نكملو الأكياس ديالنا صافي، نسدو الوجه اللي عجبو هاد الفيديو يزور قناتي وبالصحة والراحة.